السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في فيديو جديد من قناة عبد على الأندرويد. والنهاردة معانا ملف جميل جدا وهو تثبيت الإيم والسكوبات على بابجي موبايل العالمية وليست الكورية. فأولا هننزل برنامج نقل ملفات من على جوجل بلاي، بعد كده هننزل تحت إن إحنا بعد ما ننزل ملف هنلاقي ملف في لينك الوصف في الديسكريبشن تحت. هناخد الملف هنلاقيه في الداونلود، هنلاقيه تحت زي ما انتوا شايفين. هنفك الضغط بتاعه، هو جاي مش مفكوك الضغط، ملهوش باسورد عشان الناس اللي بتسأل في الكومنتات هل الملف ليه باسورد. لا الملف ملهوش باسورد. هنسوي استخراج هنا، معلش انا هناخده النسخ. بعد كده بندوس فوق ذاكرة الجهاز، بعد كده هنخش على الاندرويد. اهم حاجه تتبع الخطوات صح. كده هندوس على الداتا، بعد كده هننزل تحت خالص هنشوف ملف اللعبه، بعد كده بنخش على الفايلز. بعد كده بنخش على يو اي فور جيم، بعد كده شادو تراكر اكسترا، بعد كده شادو تراكر اكسترا مره اخرى، بعد كده بنخش على سيف. بعد كده بننزل تحت، ودي أهم خطوة وهي باكس، الملف اسمه باكس بندوس عليه آخر خطوة. بعد كده بندوس نسخ. وأهم حاجة يا أصدقائي إنكم ما تنسوش اللايك وزر السبسكرايب عشان تدعموني، وإن أنا إن شاء الله هنزل ملف جديد كمان يومين، فما تنسوش إنكم تدوسوا اشتراك عشان أول ما الملف ينزل تشوفوه. بعد كده بعد ما نزلنا الملفات، بعد كده هنخش على اللعبة هتشوفوا عنا ايه، وهتشوفوا كمية التثبيت اللي احنا ثبتناه عامل ازاي. معلش انا قطعت اول تقديم اللعبة. فهنمسك دلوقتي الانفور على سكوب 3، مفيش اي تحرك خالص، الايم والسكوب ثابت تماما، السكوب ثابت تماما. دلوقتي هنمسك الاس كي اس هنشوفه هشتغل ازاي، يعني تثبيت رائع. يعني بص حتى الاس كي اس متثبت رائع تماما تماما، حتى لو انت هتلعب بالبي كي سي برضو هتلاقي التثبيت جامد تماما، ما فيهوش اي وضع خلل. هو اهم حاجه ما تنسوش انكم تدوسوا لايك وتفعلوا زر الاشتراك، وشكرا لكم على المشاهده.